يمكن قبول هذا السبب في بعض المواقع التراث العالمي الخمس، لكن لا يمكن قبوله في كل المواقع. بالنسبة لمدينة قريني، وهي المدينة الوحيدة المسجلة في التراث العالمي في شرق ليبيا أو في برقة، هذا السبب غير مقبول على الإطلاق، لكن في الحقيقة هناك جملة من الأسباب أدت إلى تسجيل قريني في هذه القائمة، ولعل أهمها في نظري هو عجز السلطات الليبية المستمر على تقديم تقرير عن حالة الصون في الموقع الأثري قريني. السلطات الليبية للأسف حضورها باهت في اجتماعات الدوحة قبل عامين، وحضورها لم يكن موجود في اجتماعات بون السنة الماضية، ولم تمثل أيضا في اجتماعات اسطنبول هذه السنة، على الرغم من بعض المصادر تقول أن ليبيا مثلت، إلا أنها لم تمثل، ولم تستلم لجنة التراث العالمي أي تقارير من السلطات الليبية. كلفنا من قبل مراقبة آثار شحات بإعداد تقرير متكامل عن ما حدث، والعمل على إعادة الموقع، إخراج الموقع من هذه القائمة. وفعلا شكلت لجنة من مركز الأرشفة والتوثيق بمراقبة آثار شحات وبعضويتي، وبدأنا فعلا في العمل، وأعتقد أن خلال يومين أو ثلاثة حيكون التقرير المبدئي جاهز باللغة العربية، ثم سيترجم ويرسل إلى لجنة التراث العالمي.